رغم شهادة الماجستير التي يحملها من أمريكا، ناشد الشاب مؤيد المحاسن الذي يعمل حارس أمن بإيصال رسالته إلى الجهات المختصة سعياً وراء وظيفة تتناسب مع مؤهلاته، وذلك بعد أن قامت الشركة المتعاقدة معه بإنهاء عقده. يذكر أن الحساب الخاص بالعناية بالعملاء التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد تفاعل مع تغريدة المحاسنة عبر تويتر. ينضم معنا الشاب مؤيد المحاسنة الحاصل على الماجستير في الإلكترونيات الحاسب الآلي والباحث عن عمل بأي حال بعد أن تم إنهاء عقده. مرحبا مؤيد. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله مؤيد. الله يحييك مؤيد. كم لك تعمل حارس أمن؟ تقريبا سنة وشهرين الآن. وأنت متخرج من مدة كم؟ أنا متخرج من 2015، نهاية 2015، ديسمبر 2015. 15 يعني 16 و17 و18 كنت بدون وظيفة؟ لا. ها. كنت في وظائف، بس في نفس الوظائف هذه كانت يعني مستوى أقل من مؤهلي. وش كانت يعني الوظائف خلال الثلاث سنوات قبل وظيفة رجل الأمن؟ الوظيفة الأولى كانت في شركة خدمات عامة. إيه؟ كانت براتب 4000 ريال. طبعا هذه أول شركة اشتغل فيها. إيه، وش كانت وظيفتك وقتها؟ فني. فني إيش؟ فني حاسب؟ لا، فني اتصالات. فني اتصالات. في شركة متعاقدة مع سي سي. إيه، بدون ما نذكر اسماء شركات. طيب. نعم. كم قعدت فترة فيها؟ قعدت فيها تقريبا 9 أشهر. بعدين انتقلت لوظيفة أخرى؟ بعدين انتقلت لوظيفة أخرى كانت في شركة مقاولات، وكانت بالتخصص حقي دعم فني الحاسب الآلي. أي، وجلست فيها فترة كم؟ جلست فيها 7 أشهر. بس اللي خلاني أطلع من الشركة، الشركة تعرضت إلى أوضاع مالية، يعني أعلنت إفلاسها. أعلنت إفلاسها؟ طيب. أيوة، أعلنت إفلاسها وعملوا معي إنهاء تعاقد على المادة 77. والشركة أغلقت؟ الشركة لسه شغالة، بس يعني تقدر تقول تعرضت إلى تضرر مالي، فاضطرت إن هي لا دقيقة بس عشان نكون واضحين مؤيد. الإفلاس غير التضرر المالي، أنت تقول أفلست. أفلست؟ يعني هي خسرت مشاريع، فاضطرت إن هي تستبعد كم من هائل من موظفين. طيب، طلعت من الشركة هذه وانتقلت الوظيفة الثالثة اللي هي رجل أمن، صح؟ صح. طبعاً الفترة اللي جلستها لين شركة المقاولات لين حصلت على وظيفة رجل الأمن 10 أشهر. 10 شهور. هذه عام كم؟ 19؟ نعم، شهر 7 2019. وبعدين وجدت وظيفة اللي هي رجل أمن. صحيح. إيه، الوظيفة أنت يعني عبرت أنها رغم مؤهلاتك أنت مرتاح فيها. هي مش إني مرتاح فيها ولا مش مرتاح فيها. ها. اللي يخلي الواحد يحزن إن هي ميب مؤهلاته. أنا ما أعيب شغلة رجل الأمن، بالعكس. وظيفة وفي ناس قاعدين يشتغلوها. إيه، وتم. تفضل. أنا اللي يعني اللي مخليني أحزن إن هي ميب مستواي العلمي أبداً. يعني أنا خريج بكالوريوس وماجستير ومتغرب، يعني تقريباً معدل 8 سنوات. وكانت عندي أحلام وطموح إني أرجع وأخدم البلد، وفي النهاية يعني ما استطاع أحصل حتى على وظيفة تناسب المؤهل حق. طيب، وش سبب إنهاء التعاقد معك على وظيفة رجل أمن؟ سبب إنهاء التعاقد إن العميل المشغل إلى شركتنا أنهى العقد. اي، فانت على العقد هذا. ايوه. فقالوا لك بما انه انتهى العقد احنا ما عاد لنا حاجه فيك. صحيح. وانت كنت تطالب انك تستمر معاهم. ايه، تقريبا يعني نوعا ما. بس يعني انا اللي خلاني اعمل التغريده ان انا يعني وصلت لمرحله خلاص، يعني تقدر تقول الى مرحله الياس. يعني يعني ما أنا قادر أحصل على وظيفة مؤهلة بحيث أني أنا أبني عليها إلى المستقبل. طيب، مؤيد، تفاعلت معك الوزارة،
وش اللي صار بعدها؟ وش اللي قدموه لك؟ هل قدموا لك نصائح؟ هل قدموا لك فرص وظيفية؟ هل سألوك وش اللي صار مع، احكي لي وش اللي صار بينك وبينهم؟ اللي صار بينه وبين الوزارة يا طويل العمر ان هي تواصلت معي بحيث ان انا يعني اعطيها رقم بطاقة الاحوال المدنية، وسألوني بس عن سبب انهاء التعاقد، هذا اللي حصل. طيب ما قالوا لك قدم في فرص وظيفية او على برنامج معين عندهم؟ لا لا، اي انت تقدمت علي من برامج وزارة الموارد البشرية؟ قدمت ايوه، وزارة الموارد البشرية وعن طريق هدف، برنامج هدف وبرنامج طاقات ايه، وما ما وغير الشركة، وخذيت كل وغير برامج الشركة التدريب اللي معاهم وانهيتها وكل شيء. أخذت برامج عن طريق طاقات اللي هو يسموه دروب، برامج دروب تدريبية. لا مؤيد، انت الان صحح لي اذا انا غلطان، انت المفروض انك تاخذ عن طريق برامج هدف يفرض عليك دورات تدريبية معينة وبعدين يقدم لك فرص وظيفية بناء على هالدورات. ما تم تقديم لك أي فرصة وظيفية حتى الآن؟ أيوه، أي فرصة ما قدموا لي ولا فرصة. طيب شكرا جزيلا لك مؤيد المحاسن الحاصل على ماجستير في الإلكترونيات الحاسب الآلي بحثا عن عمل. طبعا ما في شيء مؤكد، لكن اللي احنا نبغى نقوله في أحاديث كثيرة أنه تكلفة المبتعث الواحد على الدولة خلال سنوات دراسته الكاملة توازي من مليون إلى مليونين ريال. غير التكلفة هذه الحكومة اليوم تتكبد مزيد ومزيد ومزيد من الخسائر على الطاقات المؤهلة اللي موجودة عندنا اليوم. القطاع الحكومي والقطاع الخاص كلهم مسؤولين عن توفير الوظائف لهالنوع، مثل نوع مؤيد اللي يحصلون على درجات مؤهلات عالية. فاصل.